شوفها كانت فكرة، كانت فكرة جميلة. أبطال فكرة وأصحابها اتنين إخوات شباب لطاف، فكروا في فكرة قد تكون وتبان لبعض الناس إنها تقليدية، لكن هم أطفوا عليهم لمستهم وادوهم كمان شوية من موهبتهم، وعرفوا يعملوا من شوفها حاجة جميلة، دليل من أدلة الخدمات اللي قدرت تأثر في منطقة زي منطقة حدائق الأهرام. شوفها موضوع مش صغير، شوفها صحيح فكرة بتاعت شباب، لكن فادت كبار وصغار وأسر كتير جدا كانت محتاجة إنها تاخد معلومات وتعرف أماكن وأرقام تليفونات، وتتعامل كمان مع خدمات بتقدمها مراكز ومعامل ومحلات وشركات. ولذلك شوفها هنعرف من أصحابها، وأصحابها يكلمونا علشان إحنا كمان نشوفها، وبيحلموا بإيه إن نشوفها تبقى إيه بالنسبة لهم، كانت إيه بالنسبة لهم لما ابتدوها، وبقت إيه بالنسبة لهم حاليا وبيحلموا بيها إيه. برحب بعبد اللطيف ممدوح كساب ومحمد ممدوح كساب، الإخوين أصحاب شوفها. اسمحوني بس في الأول أوري للسادة الجماهير نموذج من شوفها، المجلة الجميلة أو الدليل اللي انتوا عملتوه والخاص بمنطقة حدائق الأهرام. شوفها هي مش مجرد نشرة إعلانية، وبالمناسبة هي بتوزع مجانا على الرغم من الإصدار الفاخر اللي انتوا حضراتكم شايفينه، لكن الموضوع في شوفها إن المحتوى هو بتاعها الأقوى. وأسمع من أصحاب الحكاية إيه هي الحكاية. اتشرفت طبعا بحياتك الاول. الحكايه بدات معانا من 2012، يعني بدانا في 2012، يعني الاعداد بتاعها كان في 2011. كنا في البدايه ثلاث شباب، يعني كانت الفكره مجرد ان احنا بندور على مشروع، يعني احنا ما كانش لينا اصلا علاقه بالمجال، او المجال ما كانش يعني مش مجالكم الدعوه والاعلان. لا احنا في يعني احنا اشتغلنا كذا شغلانه، يعني انا اشتغلت في اماكن كتير. اخر حاجه كنت اتش ار في مجموعه براميزه برضو للفنادق، وكان استاذ محمد شغال في مجال تاني، واشتغلنا يعني مؤخرا في شركه دعايه واعلان كبيره، فبدات هي اللي تفتح دماغنا عن على الموضوع يعني. بس ما كملناش، كان الفتره دي فتره ثورات ومظاهرات، يعني كان بعد الثوره على طول. يعني انتوا كان لكم منهج تاني عن الشباب اللي اتجه للاتجاه ده؟ لا هو وقتها حضرتك السوق زي ما تقول حياتك كان مقفول، يعني السوق كان مقفول. احنا كان شغلنا مبيعات، ان احنا ننزل نعمل تعاقدات مع العملاء مع مصانع مع شركات، بس الفتره دي كان كلها اضطرابات وكان كلها مشاكل كتير، وكان في يعني كان فيها مشاكل كتير، فما كانش الشغل بالنسبه لنا مجدي. فبدانا ان احنا يعني ايه زي ما تقول كده اوت اوف بوكس، بدانا نفكر بره الصندوق شويه، ان احنا عايزين نعمل حاجه تفيدنا برضو وتفيد الناس، ايه الناس اللي حوالينا. قعدنا فكرنا كتير، فكرنا في كذا حاجه لحد ما ربنا كرمنا وهدانا للفكره. الفكره كانت معموله قبل كده من كذا حد بس ما كملتش او ما تنفذتش صح. محمد لما جاء عبد اللطيف وطرح عليك الفكره، وانت المفروض اخوك كبير، هو الكبير مش فاهمش عليا ده بنوع من المشكله دي. جميل. اتلقيت ازاي الحكايه؟ يعني اتعاملت معاها ازاي؟ والله قعدنا ندرس فتره كبيره، يعني احنا ما خدناش قرار مره واحده. احنا خدنا قرار ان احنا نشوف الموضوع وننفذ الفكره، بس قعدنا كتير ندرس، قعدنا حوالي يمكن اكتر من 6 شهور ندرس في الموضوع. الاسم نفسه خد مننا اكتر من 6 شهور. يعني انتوا اصحاب التسميه دي قعدتوا تفكروا فيه؟ اكتر جهد اخدناه في القصه كلها في الاسم، يعني اكبر وقت خد مننا وقت موضوع الاسم، لان احنا الاسم كان شاغلنا قوي. يعني نعمل اسم زي بيقولوا كده لم يسمع الناس، انا عايز اسم لما يدخل على عميل يبقى شايف انه في ابداع فيتحرك معاك. طيب بلو. نطلع فاصل ونرجع عشان نشوف شوفها مع بعض. احنا كمان اقتبسنا منهم الفكره وعدنا عليكم الفيديو كليب الجميل ده علشان نقول شوفها، شوف مصر واعرفها، شوفها بعين لطيفه وجميله. واهلا بكل ضيوف مصر من كل اقطار الارض ومن كل اشقائنا، ونكمل مع اصحاب شوفها عشان كمان هم يخلونا نشوفها. اكيد نشوفها ان شاء الله. كلام كان معاك استاذ محمد. تمام. بعد ما اخوك طرح عليك الفكره. تمام. قلت قعدت 6 شهور تدوروا على الاسم. الاسم قعدنا ندور عليه، وبعد كده بدانا ننزل السوق نفسه اللي احنا عايزين نشتغل فيه.
احنا لما بدأنا الفكره كان فكرنا احنا ناخد منطقه الاول مقفوله بحيث نقدر نتحكم فيها. احنا لو خدنا مكان كبير او محافظه كبيره ممكن الفكره تبقى ناجحه بس ما نقدرش نسيطر على الامور، لان احنا برضو كان هدفنا الرئيسي ان انا اعمل حاجه واقعيه، مش هدفي شو او هدف ان انا اعمل حاجه شهرين ثلاثه واقفل، لا انا عايز حاجه تكمل مع الناس وتستمر، فانا عايز حاجه يحصل للناس افاده منها، فانا عشان اقدر افيد الناس لازم اكون عنده القدرات والامكانيات ان انا اقدر اسيطر على الموضوع. فدرسنا السوق ونزلنا واتكلمنا مع ناس وشوفنا هل في منافسين في السوق ولا مفيش، فكر الناس في الدعائي في المنطقه شغال ازاي، هل احنا محتاجين نضيف حاجه جديده ولا احنا الفكره نفسها تبقى جديده. فبدانا بقى ندرس الموضوع من ناحيه السوق ومن ناحيه الاسم، خاصه برضو ان احنا كان بدايه الموضوع ان احنا عاملين ويب سايت باسم شوفها، فاحنا فكره اختيار الاسم مع الويب سايت والدومين والكلام ده فمحتاجين ناخد حاجه متاحه برضو. فبدانا بقى من هنا نفكر في الفكره نجيب حاجه تبقى شامله لكل الامور، هتمشي كاسم ويب سايت، هتمشي كمجله، هتنفع مع الناس، تبقى خفيفه للناس تستقبلها بشكل كويس لما تدخل العميل، حتى دايما الناس بتاخدها بشكل ايه مضحك شويه، شوفها شوف ايه، فحضرتك شوف كل حاجه فيها موجوده هتحتاجها هتلاقيها موجوده فيها. عبد اللطيف محمد في مجمل كلامه قال درسنا السوق. درسنا السوق يعني ما نزلتوش كده عفوي ولا بالصدفه. لا حضرتك احنا نازلين بفكره جديده، نازلين على عملاء هي اصلا ما تعرفناش، ما اتعاملتش معانا قبل كده، فانا نازل اعمل معاك شغل واتعاقد معاك على فكره هي بالنسبه لك مش موجوده اصلا. فده كان بيعتمد على تعاملك انت مع العميل، هل هو يثق فيك بالبرزنتيشن بتاعك او مش هيثق فيك. هي الفكره كانت اكتر منها كده. احنا قعدنا على فكره حوالي سنه مثلا او سنه ونص يعتبر المشروع احنا يعني احنا ما بناخدش منه حاجه او بس مش تجريبي. مش تجريبي، هو كان واقعي وعلى ارض الواقع، بس كنا دايما بنحاول ان احنا ما نخليش موضوع المكاسب يبقى هو الاستهداف الاول اكتر من ان احنا نوصل للناس ونبقى حاجه اساسيه عند الساكن اللي موجود في المنطقه وعند العميل اللي هو محتاج يوصل للساكن. يعني انت مع فكره ان اي شاب جوه شغله العادي اذا كان موظف او مرتبط بشغل هو جزء فيه قبل ما ياخد الخطوه للعمل الخاص او الفكر الخاص بتاعته انه يعمل دراسه جدوى؟ ده دي حاجه اساسيه بنسبه 100%. لازم دراسه الجدوى. لازم دراسه الجدوى عشان انا ابقى عارف انا رايح فين، لان انا اغلب هقول لحضرتك على حاجه، انا ممكن اكون بفكر في مشروع النهارده او عايز اعمله، كل الناس شايف المشاريع من بره، يعني كل واحد شايف مشروع شايفه من بره، كله بيدور على حصاله. بالظبط، هو شايف المطعم بيكسب في فلوس، الله طب ده الاكل والشرب بيكسب، شايف الملابس محل الملابس في ناس كتير، لذلك هتلاقي ناس معاه راس مال كتير ممكن يفتح مشروع ما يعملش حاجه ما يكسبش، لان هو مش دارس كويس، ما عندوش خبره في الموضوع. لو انا لسه داخل على مجال جديد ما عنديش خبره فيه يعني اتحسس الموضوع، بلاش ان انا ايه ان انا جازف بنفسي، لازم الاول فيه، لان انا ما يعني اي مجال او اي نشاط كده كده في مجموعه شركات موجوده كده كده اوريدي في السوق، فانا خبرتي بالنسبه لهم 0% وانا لسه داخل المجال جديد او نشاط جديد، فانا ببص للموضوع من بره ان الموضوع هو في فلوس وبيكسب، بس بيكسب مع مين؟ بيكسب مع اللي فاهمه، انت لسه داخل مش فاهمه، فلازم الاول تفهمه، لازم تعرف ابعاده ايه، لازم تحسب اكبر الخسائر اللي انت ممكن تقع فيها ايه قبل ما تحسب المكاسب، احسب الخسائر، انا هقدر استحمل خسائر ولا ما اقدرش استحمل خسائر، علشان بعد كده ما تقعش في مطب جديد ما تقومش منه تاني. محمد، عشان ما نقعش في مطب زي ما بيقول عبد اللطيف، وعلشان نتحسس السوق برضو، دي من نصائح عبد اللطيف، وعشان ما نبصش على الحصاله ولا على الحصيله بس، لكن لازم نبص على المجهود والتكلفه والدراسه. وانتوا بتنصحوا كل شباب ممكن ياخدوا قرار زيكم او عندهم فكره جميله عايزه تظهر للنور انهم يدرسوا ويشتغلوا على فكره انه يدرس السوق ويقيسه كده ويشوف المنسوب بتاعه ايه. ده حقيقي، يدرس السوق وينزل ويشوف. تاني حاجه ودي من الحاجات المهمه، ما يستعجلش الرزق، الرزق جاي جاي، بس هو استعجال الرزق او استعجال ان انا النهارده عايز انزل اكسب بسرعه او هدف الرئيسي المكسب او كده، ده مش هينفع اكسب، لان مفيش مشروع في الدنيا النهارده بيشتغل بين يوم وليله، فانت لازم تجازف اول حاجه بفلوسك، تاني حاجه تجازف بجهد، ما تبخلش على الشغل باي شيء، لازم تنزل وتروح وتيجي، هتستحمل جزء كبير من الناس، في شريحه عملاء بتبقى التعامل معاهم سهل، في ناس تانيه التعامل معاهم صعب، فانت لازم هتستحمل. لازم دايما يكون عندك صبر شويه وسعه صدر، لان طبيعي انت لما بتروح لحد هو ما يعرفكش فما يكونش عنده ثقه فيك، ف
فطبيعي هو بيتكلم معاك بمنطق. يعني في ناس كنا بنروح فلا والله ده انا عملت مع حد وما توفقتش او حد ما صدقش في كلامه او الكلام ده كله، فانت محتاج اصلا تخلي العميل ياخد يكسب ثقه فيك ويبقى واثق في كلامك اللي انت بتقوله في الحاجات اللي هتعملها. فكان رقم واحد عندنا احنا نزرع الثقه عند الناس، والثقه ما بتجيش غير ان احنا لو عملنا شغل حقيقي وشغل على الارض الواقع الناس شافته. يعني انا النهارده الناس مش فارق معاها انا هتكلف ايه او هصرف ايه، بس اهم حاجه عندي الكلام اللي انت تقوله يكون صحيح ويجي له شغل. فبدانا بقى نصبر مع الناس، والناس كانت الاول بتقول مثلا لا احنا مش واثقين مش مصدقين، فاحنا ما كناش بنخليهم يثقوا بالكلام بقى، لا بالفعل لازم تشتغل. واي حد النهارده هينزل وهيجتهد وهيشتغل هيتعب مش ما يتعبش، احنا حقيقه ايام كتير جدا ما بننامش، يعني احنا 3 4 ايام بنطبق ده عادي جدا لحد النهارده، مش يعني مش من يوم ما بدانا لحد النهارده بيحصل عادي جدا. وكنا بننزل في اوقات مختلفه، ما فيش حاجه اسمها بقى ان انا بشتغل 6 ساعات او 4 ساعات او الكلام ده كله، لا بنشتغل وقت اكبر من المعتاد لحد ما بتقدر بقى تعمل قاعده عملاء والناس تبدا تصدق الكلام اللي انت بتقوله. بعد وقت معين بدات الناس هي اللي بتكلمك وهي اللي محتاجاك بقى، يعني خلاص انت زرعت ثقه مع الناس بدات تعمل شغل على ارض الواقع. تاني حاجه انت نفس يعني انت زي ما بتعمل دعايه للناس بتعمل دعايه لاسمك، يعني اسمك نفسه انت عايز الاسم يسمع. يعني حتى كان في دايما الناس بتاخد ثقافه ان انا انزل شركات كبيره واسماء كبيره فتعرف اسرع فالكلام ده، لا انا بقيت بقول احنا ممكن بالعكس بشغلنا نشهر الناس ونشهر نفسنا ونبدا نعمل شغل اكبر والناس هي اللي تكلمنا وتحتاجنا. وكان اهم شيء عندنا العميل يحصل له استفاده، طول ما العميل بيحس ان هو بيجي له شغل من عندك وانت صادق في كلامك فبيقدر يكمل معاك. طيب شوفها قعدت قد ايه وقت يا عبد اللطيف لغايه ما قدرت فعلا تقول للناس وانت بثقه كده وملء الفم شوفها بقى عملت ايه؟ انا هقول لحضرتك في الاول بس عايزك تشرح لي شوفها يعني تشرحها كده ببساطه. افتح لنا كده فهمنا. هو منتج يعني منتج خفيف جدا تمام، ما فيهوش مقالات ما فيهوش نشر ما فيهوش اي حاجه، هو منتج مليان بالداتا بيعتمد على ان انا بتارجت منطقه معينه تمام. المنتج ده بيتوزع على الكاميرا كده يعني مثلا كده مثلا للكاميرا تمام. المنتج يعتبر القيمه اللي فيه الداتا اللي موجوده جواه، الداتا اللي موجوده جواه للساكن اي حد ساكن في المنطقه بيبقى محتاجها، محتاج يعرف ايه الاماكن اللي حواليه، المراكز الطبيه اللي حواليه، المطاعم اللي حواليه، المحلات اللي موجوده، الشركات اللي ممكن يتعامل معاها تمام. فبيستخدم الدليل ده وما يقدرش يستغنى عنه لان الاستغناء عنه برده صعب شويه. يعني مش مجرد عدد من مجله او جورنان ممكن يرميها. لا 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 مش مجرد عدد من مجله او من جورنان، بمجرد ما اراه يفقد قيمته، لا دي قيمته موجوده، ممكن يقعد معايا سنه وممكن يقعد معايا اثنين وممكن يقعد معايا ثلاثه لحد ما يجي لي مثلا عدد غيره او منتج غيره تمام. قيمته كلها في الداتا اللي موجوده جواه، زائد ان احنا برضو احنا بدانا بدايه والبدايه اختلفت بعد كده، يعني احنا ما ثبتناش على حاجه معينه، ما فضلناش ان احنا يعني انت طورت الخدمات المقدمه. طبعا لان انا هدفي مش ان انا اعمل حاجه معينه، انا هدفي ان انا اخدم المنطقه اللي انا فيها او دايره العملاء بتاعتي، هدفي ان انا اخدمهم ازاي، ان انا اقدر اوصلهم للعملاء اللي هم عايزينهم، اوصلهم للعملاء اللي هم عايزينهم ازاي. العملاء دي او السكان دول لازم اقدم لهم منتج ما يزهقش منه او ما يتخنقش منه او ما يفقدش قيمته معايا، لان انت حضرتك ممكن تعمل اعلانات كتير بس انت حضرتك حتى على السوشيال ميديا او على اي وسيله تواصل على الفيسبوك مثلا وانت بتقلب ممكن تشوف اعلانات كتير بس ما هتقفش قدام اعلان، في اعلانات كتير مش هتقف قدامها، ده في ناس ما بتلحقش الثانيه او الثانيتين بتخطاها. تمام، احنا اشتغلنا الاول بالفكره كانت هي اللي موجوده بس، وبعد كده بدانا بقى ندعم، يعني كنا عاملين ويب سايت في البدايه تمام، بدانا نغذي الويب سايت بالداتا اللي موجوده بتاعه المنطقه للمعلن والغير معلن، يعني ما كناش بنحط بس عليه داتا للناس المعلنه بس، لا احنا كنا بنحط داتا للمعلن والغير معلن علشان الساكن اللي موجود في المنطقه لما يدخل يسرش عندي او لما يدخل يدور على حاجه يلاقي كل الحاجات اللي هو محتاجها، وده كان فور فري، واي حد كان بيحتاج ان هو يسجل على الويب سايت كان بيسجل، كان فور فري. بعد كده الموضوع كان محتاج تطوير اكتر فعملنا موبايل ابلكيشن برضو باسم شوفها، برضو بيخدم المنطقه وعليه الداتا بتاعه الشركات اللي موجوده في المنطقه كلها. بعد كده بدانا ندعم شغل المجله، لان طبعا حضرتك عارف الفتره الاخيره اسعار الخامات بقت عاليه جدا فما كانش فالعميل مش مستحمل التكاليف الزيادات دي او مش مستوعبها يعني ما كانش مستوعبها، وكده بدات اغلب الناس قوته الشرائيه ورغبته في هي القوه الشرائيه نفسها قلت، فبدات اغلب الناس ترشد استهلاكاتها، لان احنا مثلا سي مثلا في اي نشاط مثلا وليكن مثلا احنا شغالين 10 شركات على 100 عميل
اصبح ال 100 عميل بقوا 50 عميل تمام، وهم هم ال 10 شركات. فالمطلوب منك ان انت تقدر تواكب اللي حاصل. فتواكب اللي حاصل في ايه؟ في ان انت تعلي جوده الخدمه بتاعتك، تجود الخدمه وفي نفس الوقت تحافظ على نفسك والمستوى بتاعك. بالظبط. انا هدفي يعني هدفنا ان شاء الله رب العالمين بيبقى فيه هدف بعد مرحله معينه، ان انت تثبت على اللي انت وصلت له. كونك ان انت تثبت على اللي انت وصلت له ده بيبقى فيه مجهود كبير. فبدانا ان احنا ندعم من خلال التسويق، بقينا بنسوق على الفيسبوك تمام، وعملنا الموبايل ابلكيشن بقى يخدم برضو المنطقه، وكل الحاجات دي بقت باكج كلها على بعضها. بقيت انا عامل كده مجموعه خدمات، بقيت انا عامل كده زي حياتك ما بتقول تلفزيون بتاع المنطقه. تلفزيون بتاع التلفزيون بتاع المنطقه. يعني انت بتنافسها بالعربي كده؟ انا بنافسكم بس في المنطقه صغيره. انت قناه حدائق الاهرام. اصل اقول لحضرتك على حاجه، هي الفكره في الاعلان جوه منطقه صغيره، ان انا اقدر اتحكم فيها، ان اغلب الانشطه اللي بتبقى فيها هو مش محتاج يتارجت البلد كلها، او يتارجت مجموعه كبيره من الناس، مدن كتير، فالكوست بيبقى عليه عالي عشان يعمل اعلان في التلفزيون. مش كل الانشطه طبعا، نشاطات معينه، فالكوست بيبقى عليه عالي. فانا بديله الفايده اللي هو عايزها تمام، وبالكوست اللي هو برضو ايه، بل بالعكس، هو لو عمل الشغل بتاعي بنفسه هو لوحده، هو هيصرف اكتر ما انا باخد منه 3-4 مرات. يعني الموضوع فيه تكافلي وتعاوني مع بقيه المعلنين. لازم اصل اقول لحضرتك حاجه، لازم يكون في استفاده، لازم يكون في استفادة. الساكن يكون 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 مستفيد من المنتج عشان يقدر يحتفظ بيه، او عشان انا اقدر اخليه يحتفظ بيه، ولازم المعلن يبقى او الشركه يبقى مستفيد. لان هقول لحضرتك برضو على حاجه، انا بتعامل مع، مش بتعامل مع يوزر عادي، انا بتعامل مع شريحه تجار. فالتاجر قاعد بالورقه والقلم، فانا دفعت جنيه يحسبها 100 مره لازم يحسبها 100 مره. محمد، انتوا بتكسبوا ازاي وهي مجاني؟ وبعدين جات لكم من فكره ازاي انكم تعملوها مطبوعه، رغم ان الاتجاه دايما في الشباب حاليا كل حاجه يقول لك على السوشيال، او على السوشيال ميديا الاعلانات المموله، هوبا نوصل، هوبا مش عارف شافنا كم حد. ليه فكرتوا تعملوها مطبوعه ومكسبكم منين لو كانتش هي حضرتك يعني بلا مقابل؟ ده دي بقى كانت المعادله الصعبه. تاني حاجه، حته ان احنا بدأناها مطبوع ليه كانت مفارقه غريبه معانا. احنا ما كناش عاملين مطبوع خالص الاول خالص، يعني برضو خالص. كنت مع يعني اتجاه السوشيال. لا قبل، يعني من قبل ما السوشيال ياخد يعني حجمه بالشكل ده الايام دي. ما كنت تقولوها ازاي انت؟ احنا كنا داخلين فانا اشتغل اونلاين الاول خالص، قبل حتى الفيس ما يبقى يعني الدنيا عليه اسرع زي دلوقتي وكده. كنا عاملين ويب سايت على اساس احنا نشتغل فتره كبيره اونلاين فقط. احنا قلنا خدمه هتبقى تكاليفها اسهل على العميل اللي عايز يعلن ويوصل للسوق وكل حاجه. لما نزلنا برضو دي برضو من الحاجات اللي خدناها من السوق، لقينا لا، في لسه شريحه كبيره من الناس، ووقتها كانت الشريحه الاكبر، لازم يبقى في حاجه مطبوعه في ايديه بيقرا منها، هو محتاج حاجه يمسكها في ايديه. فحتى عبد وقتها اقترح، قلت له طب احنا اونلاين بس. قال طب خلاص احنا ننزل بالدليل بالاصدار كمطبوع، كحاجه ايه نعملها كام شهر بس مبدئيا، وكانها دعايه لينا برضو، دعايه العميل، وبعد كده نسحبها من السوق ونكمل اونلاين. فلما نزلنا لقينا سبحان الله الموضوع اختلف. الاونلاين كان لسه الموضوع فيه ما كانش انتشر قوي. يعني انتوا في البدايه كان يعني هو النصيب مستهدفين كنتوا تعملوا زي كارت ليكم، كارت دعائي كده بتوزع يعني، او دليل خاص بيكم انتوا كشوفها. كشوفها لا، يعني انتوا مكمل اونلاين. يعني مع الاونلاين حاجه كده، يعني كنا عاملينه مثلا مده كام شهر، وكمان درستوا لقيتوا انه شريحه كبيره من الناس تعتمد ما زالت على المقروء، وبتقتنع بالشيء المطبوع اللي فيه. مطبوع بيقتنع جدا. وبعدين من فضل ربنا علينا برضو ان احنا بنسمع للناس، يعني احنا نازلين وفاهمين ودارسين، بس العملاء اللي هي كلها معظمها تجار، فانت برضو بتاخد استفاده منها. يعني احنا ما كناش بناخد اي انتقاد من العميل بزعل، يعني العميل لو انتقد حاجه عندك كنا بنفرح جدا، ناخدها نحللها نشوف الخطا عندنا فين. يا حاج بتراجع نفسك اول باول، لازم تعمل مراجعه مع قاعده العملاء بتوعك. لان انا هكابر، مش هتاخد بمقترحاتهم وشكواهم حقيقي، وبتاخدها فعلا بمحمل الجد كلها وتنفس. حتى لو نقد جديد، يعني هو حتى لو يقول لك لا انا مش عاجبني اللي حصل ده، وفي واحد اتنين تلاته بناخده نتكلم فيه وندرسه ونحلله، لان هو اللي كان بيخلينا نعلى ونحسن في الجوده. لان مش لو كل عميل هينتقد حاجه فهقول لا ده هو اللي على خطا، طب ما انا جايز عندي مشكله فعليه محتاج احسنها. فلا، حسنا الحمد لله في حاجات كتير من يوم ما بدانا، يعني في الجوده، في الشغل، في التصميمات، في حاجات معينه. كل ده راجع لفكره انك بتسمع للعميل. لازم اسلوب العميل، لازم تسمع للعميل. وواجهنا مواقف، يعني واجهنا مواقف كتير مع عملاء. احنا كنا بنشوف مثلا عميل بقيله 50 سنه في السوق و60 سنه كمان في السوق، فقاعد هو راح وجو، ولما تقعد مع الناس مره واتنين بتكتشف ان هو اصلا كان شغال في مجالات كتير. وميزه عندنا برضو في الدوله انك بتاخد كل، بتشتغل مع كل المجالات، يعني كل حد فاتح نشاط انت بتقعد وتتكلم معاه، فانت بتاخد خبرات اصلا من كذا نشاط.
فبتاخد من هنا ومن هنا وبتكمل. يعني حضرتك عشان بتسمع كويس بتتعلم كويس وبتكتسب خبرات في تبادل الخبرات اللي بيحصل ما بين النقاش اللي بينك ما بين العمل. لو ما سمعتش عمرك ما هتتعلم. لو ما سمعتش عمرك هتتعلم. انت مع الكلام ده عبد اللطيف؟ ايوه طبعا. هو العميل دايما هو مرايتي. ازاي شوفها ولدي تشوفها شودي؟ شوفها شودي زي عزب شو كده. اقول لحضرتك على حاجه، هي كان ليها ممكن توريها للكاميرا بس وتفهمنا برضو. ده المنتج التاني ده شوفها شو. هي كان ليها اسبابها ان احنا اشتغلنا فتره على شوفها تمام، فكان في شريحه من العملاء بتطلب ان احنا نزود الكميات، وطبعا ده كان هيخلينا ان احنا هنزود الكوست على الناس كلها. ما طبيعي هتطبع اكتر، فانا عندي مجموعه معينين هطبع اكتر فزود ان الكوست على الناس كلها، فكان في ناس هتتحمل فرق التكاليف وناس مش هتتحمل. فطبعا كنت يعني الناس اللي كانت مش هتتحمل كانت هتتظلم، يا اما ان هو مش هيشتغل او فروحنا عاملين منتج تاني تمام بنفس الفكره وبنفس كل حاجه وبنفس التارجت اللي احنا بنتارجته، بحيث العميل اللي حابب يزود انتشاره بيشتغل معايا في الاثنين. الحبيب العميل اللي حابب خلاص يبقى في منتج واحد خلاص بيبقى في منتج واحد. طب الاثنين بيصدروا في وقت واحد وتوزعوا في وقت واحد؟ لا 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 مش في وقت واحد، واحده في اول الشهر وواحده في نص الشهر، واماكن التوزيع مختلفه. يعني في عملاء مشتركين. يعني شوفها شو دي في نص الشهر. في نص الشهر اه تمام. يعني حضرتك باختصار الفكره، لو انت معاك 100 معلم في الكبيره وقرر منهم 30 انه عايز كميات زياده، فبتروح واخد ال 30 من ال 100 وعاملهم في الملحق الصغير ده. بالظبط، عامل في الملحق الثاني، وبقى الملحق ده بقى هو مستقل بنفسه دلوقتي، وبقى ليه عميله، بقى ليه عميله اللي هو عايز ينزل في دي بس نافس. لان هي حضرتك اذواق، انا شايف المنتج ده بالنسبه لي كبير. طب هل في اختلاف في التكلفه او اكيد في طبعا اكيد دي تكلفتها الصغيره، تكلفتها اقل شويه من تكلفه المكان الكبير. توزيعها اعلى، الاثنين توزيعهم واحد بس التكاليف بتقل عشان الحجم اصغر، فانا التكاليف عليا اقل. انا برضو انا شغال مع العميل بثقافه، يعني انا معتبر نفسي معاك بشكل مستمر، مش موضوع انت تجديد انت تعمل لي شغل في شهر وهتسيبني او الكلام ده، لا انا ببقى هدفي ان انا اخدمك او اقدم لك الخدمه المظبوطه. وانا مكسبي منين؟ انا مكسبي ان انا بشتغل مع كذا حد، زائد ان انا بعد كده لما ربنا كرمنا والموضوع اشتغل دوسنا على نفسنا شويه، لما عملنا اسم الاسم ده فرق معانا في ان احنا بدانا ندخل في المجال نفسه، يعني دخلنا زي ما بيقولوا كده بصدرنا في المجال نفسه وبدانا نتعلم. يعني انغمست جوه الشغل، انغمست جوه المجال نفسه، جوه مجال الدعايه والاعلان، لان مجال الدعايه والاعلان حضرتك يعني ايه هو مش يعني مش لما مجال واحد. ابتديت تكتسب خبرات اكتر، تسمع للناس اكتر، بدات اتعلم في حته تانية. يعني انا خلاص ده خط انا ماشي فيه، بدات انا اتعلم في حته تانية، ابدا العميل ده محتاج بقى خدمات تانية. يعني انت من سنتين غير النهارده، من اربع سنين من خمس سنين غير من سنه اكيد طبعا، لان انا يعني هدفي في البدايه ان انا اعرف الحاجه او اتعلمها وبعد كده اقدر اقدمها للناس وبمصداقيه. دي اهم حاجه، المصداقيه اهم حاجه، مش على فكره مش كلام جرايد يعني او كلام نظري، لا، لان يمكن في طبيعه شغلي وده انا بعتقد ان هو في الشغل عموما. يعني ده كلام مجرب مش مجرد الاستهلاك المحلي كده. لا حضرتك اصل هقول لحضرتك على حاجه، انا اسعى على اي نشاط انت بتتعامل معاه، اي حد فينا بيتعامل كل يوم، بيتعامل مع الكوافير، بيتعامل مع المطعم، بيتعامل مع المستشفى، اكتر دعايه انت ممكن تحصل عليها حاجه اسمها الدعايه الشفويه. بمعنى انا ممكن استخدم الشخص ذاته، مش كمان استخدم الشخص ذاته، انا ممكن اجيب لحضرتك المجله دي منتج فاخر وحاجه محترمه لو حتى عليها ميه ذهب، وهقنع حضرتك بيها، يعني درجه اقناعي ليك مش هتكون زي لو حد صديقك او معرفتك قاعد معاك وقال لك اتعامل مع فلان بس خلاص تمام. الموضوع بالنسبه لك بيبقى منتهي. يعني ابطال شوفها، كنت انت قبل الهوا قلت له استاذ محمد في الختام، انا محتاج نقولها للناس ان كنتوا كانت فكرتكم من شوفها شو، كل نفسك قبل ما حد ياكلك. احنا اول ما نزلنا بصراحه يعني برضو مع الختام الاسم بتتحارب بشكل قوي يعني للاسف برضو معظم الناس اللي بتنزل، طبعا مش بنعيب في حد، بس اي حد بينزل للاسف لما بيشوف حد بدا ينجح، هو زي ما عبده قال في الاول انت لازم تدرس الموضوع وتشوفه، فهو يبقى يتخيل ان انت لو ضعفت اللي قدامك فانت هتنجح. هو الموضوع مش كده خالص، انت لو مش عارف تنجح بنفسك مش هتنجح سواء انا موجود او مش موجود. فبدانا نشوف حاجات كتير والسوق بقى محتاج وليه احتياجات كتير وفي ناس بتنافس. يعني نجاحك مش قائم على افشال الاخرين خالص. ما هو انت لو ما عندكش ابداع في انت بتعمل حاجه
مش هتقدر تكمل فيها اصلا، حتى لو نجحتها مش هتقدر تكمل. تاني حاجة احنا دايما بنحاول نتعلم كل جديد، يعني دايما بيقولوا كده محدش بيلوي دراعنا، فاحنا دايما اي حتة في شغلنا بنعملها بايدينا. شكرا لحضراتكم، نورتونا، نموذج رائع لشباب واعد عندهم فكر وعندهم جهد وعندهم هدف وحققوه. ياريت كلنا نبقى كده بنفس الروح ونفس العقل. ونشوفكم في حلقاتنا القادمة في سلامتك ألف سلامة، اللي هتسيب في حياتك علامة، وبننصحكم شوفها.